إذا المشاهدين نعود إلى نقاشنا من جديد، ويلتحق بنا عبر الهاتف أستاذ كريم قاسم، أستاذ مساعد مختص في الأمراض الصدرية من مستشفى رويبع. مساء الخير سيدي مجددا. إذا كما سبق وذكرت، فأعداد الإصابات بكوفيد 19 تزداد يوما بعد يوم، ومؤشرات الموجة الرابعة في الجزائر تزداد يوميا حسب الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة. في رأيكم ما هي الأسباب التي خلت ربما هذه الأعداد والإصابات تزداد يوميا؟ مساء الخير عبد، ومساء الخير إلى طاقم النهار. أغنم الفرصة لمساعد لكل شعب جزائري. فيما يخص سؤالك، حقيقة أن الأرقام تتصاعد يوما بعد يوم، والمنحة كما تعلن وزارة الصحة. الأسباب أظن أنها معروفة. السبب الأول هو عدم احترام الشعب الجزائري، غالبية الشعب الجزائري، لقواعد السلامة، وهي التباعد، وهي أخذ ارتداء الكمامة. هذا هو السبب الرئيسي. السبب الثاني هو عدم الإقبال على حملات التلقيح المتعددة ومراكز التلقيح عبر مختلف التراب الوطني. في اللقاح موجود، متوفر، الخبراء ينصحون يوميا يوميا عبر مختلف البلاطوهات، لكن لم نجد أذن صاغية. فهذه نتيجة حتمية كنا ننتظرها، وما ننتظر أن الأرقام تتزايد في الأيام القادمة. علميا ستتزايد يوما بعد يوم. نعم، ربما أيضا سيدي دكتور كريم قاسم، يعني خلال عملكم بمصالح كوفيد 19، ربما هل لاحظتم أن المصابين مؤخرا من الملقحين أم من غير الملقحين، خاصة الذين تظهر عليهم أعراض ربما معقدة للإصابة بكوفيد 19؟ شكرا على السؤال، سؤال جد وجه. هي معروف علميا أن ثبت علميا، وعدة دراسات علمية أكدت هذا، أن اللقاح يقلل 10 فواصيس خطر الدخول إلى المستشفى. يعني إنسان اللي تلقى لقاح، اللي ما تلقاش لقاح، الخطر إذا أصيب بفيروس كورونا يكون مرتفع 10 خطرات مقارنة بالإنسان الذي تلقى التلقيح. التلقيح يحمي الشخص من الكومبليكاسيون، مضاعفات مرض كورونا، ويمنعه من الدخول إلى المستشفى. فإذا أصيب بالفيروس ستكون الإصابة خفيفة جدا، كومين غريب، ولا تؤثر عليه. نادرا احنا في المستشفى، يعني كل يوم يدخلوا المرضى عندنا، نجد انسان تلقى جرعتين من اللقاح ثم دخل الى المستشفى. نجد عند الناس، يعني الذين يتميزون ببدانة كبيرة، او الذين يحملون عدة امراض مزمنة، يستطيع أن اللقاح لا يحميهم بطريقة جيدة. لكن عبر العالم ثبت أن اللقاح يحمي ضد مضاعفات كورونا. نعم أستاذ، ربما للختام، ما هي أهم النصائح التي تقدمها للمشاهد الكريم من أجل تفادي المرض أو الإصابة بكوفيد 19، أيضا في حالة ما أصيب، ربما تفادي المضاعفات الخطيرة لهذا الوباء؟ ماذا أود أن أقول للشعب الجزائري الكريم؟ أن نحن على حسب توقع الخبراء أننا سنصل إلى ذروة هذه الموجة الرابعة في غضون أسابيع، ربما في أواخر شهر يناير، بداية شهر فبراير. إذن والفيروس ينتشر وهو موجود عبر كل الأوساط، فلا يجب أن يستخفوا بالأمر. يجب عليهم أولا أن يحافظوا على قواعد السلامة، التباعد، لا ينسوا التباعد، الاجتهاد، كمامة، لا يعني غير وغيرها. دوزيامو لقاح راهم توفر موجود،
وأن ثبت أيضا أنه لا يؤدي إلى آثار جانبية كبيرة عبر العالم. يعني بأكثر من 4 مليار شخص عبر العالم تلقى التلقيح. نعم الآن نسجل يعني وفيات أو آثار جانبية كبيرة. في الأمان زينوكويتي دو سو فاكسا يتخوفي. إذن ما عليهم إلا أن التلقيح للتلقيح. نعم، واضح جدا دكتور كريم قاسم أستاذ مساعد مختص في الأمراض الصدرية من مستشفى رويبة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.